محاولة التقدم للأمام. مالك إلا الفردية حتى الآن والمهارات الفردية، إذا ما غابت الجماعية ومحاولة داخل منطقة الجزاء وفعلها الأسمراني ودونها في المرمى. ماله إلا المهارة الفردية، نعم يستعير مهارته الفردية ويستعين بها أمام جماعية دفاع اليوفي ويدون الهدف الأول. فيكتور يدون الهدف الأول في مرمى الحارس استراري، وبداية تأتي من جانب الضيف الثقيل على أصحاب الأرض حتى الآن فريق نادي كاليري. هدف أول إذن يأتي عن طريق فيكتور إيبار ويدون أولى الأهداف في المباراة بعد 12 دقيقة. انطلاقة كانت أمامنا والقادمون من الخلف في اللقطة الماضية، الحاضر أمامك الأسمراني مر من بين لاعبين وتقدم للأمام، والتسديدة بعد ذلك معانقة للشباك، كرة ملعوبة وتمريرة في الأمام، تقدم يأتي أمامنا، محاولة الكرة العرضية، وين الرأسية؟ فيدال رأسية ملعوبة، نعمة التعادل، نعمة التعادل. كثرة الضرب على الحديد تفل الحديد، وإن كان الدفاع من حديد وهجوم اليوفي يدون الهدف الأول وهدف التعادل عن طريق البديل فوزنيتش الذي نزل وكان خيرا معينا بالنسبة لمدربة ويرسم البسمة على مدرجات اليوفي. هدف أول إذن يأتي أمامنا، وها هي الفرحة تأتي أمامنا وتنطق في اليوفنتوس أرينا. هدف أول إذن يأتي أمامنا، نقلة أولى كانت أمامنا، الثانية والثالثة بعد ذلك الكرة العرضية، ارتقاء الراجل مرتقب الزانة وطالع عالي 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 لفيدال، والمتابعة بعد ذلك بهدف جماعي رائع 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 من جانب لاعبي اليوفي.